عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل صانتون أسد على جهار وكب محمد ودعم عندي أشتر ومنهج جيد وزي زيتار الخليفة دعم مالا هي حني بس منصر مشاهدينا الكرام، هكذا تتواصل انطلاقات صباح هذا اليوم وتتواصل الإثارة والأصايل تظهر في صباح هذا اليوم. تهانينا لكل من فاز في 6 الأشواط اللي انتهت. التوقيت الأفضل تسجل تحت أقدام غزوة أسهيل بن سعيد بن حربي العامري، سجلت 2:09. تهانينا والناموس لأبو سعيد على هذا الفوز، وتهانينا لكل من فاز. كما نشكر راعي الانكشاري محمد بن سعيد بن محسن العامري المتابع بالتصوير للسناب في كافة الأشواط. شكرا أبو سعيد على هذه الجهود المميزة اللي تنقل النقل الطيب والمباشر. نسير إلى المقدمة نتابع شعار أبو سهيل يتصدر القيادة. سيف بن سهيل بن خيرة العفاري أطلق الشاهينية إلى المركز الأول منذ بداية الشوط. المركز الثاني من اللي في المركز الثاني مشاهدينا الكرام يلي قادمه؟ المركز الثاني مشاهدينا الكرام عموما على كل حال بنحاول عليه نتعرف عليها حين ما تضح امورها، لكن بنشوف اللي في المركز الثالث يلي وصلت في هذه اللحظات وتقدمت ايضا 52. اما في المركز الرابع يلي قادمه وايضا في اسامي لم تسجل، لكن عموما على كل حال عود بي القابري، عود بي وتابع اللي في مقدمه الشوط الشاهينيه، كمل عليها وانت الرجل اللي مكمل يا ابو سهيل، كمل وسجل الشوط الثالث. لا حرق الشاهينيه على الصداره، الشاهينيه على المقدمه. سيف بن سهيل بن خير العفاري الثانيه لرغش بن حمد بن خيرات من خلال الشعار بن خيره يعبر للمره الثالثه، يسيطر السيطره التامه. الدكتور غادم من المناطق الخلفية، لكن بن خيرة مسيطر السيطرة التامة. سيف بن سهيل بن خيرة العفاري، الله يا ابو سهيل، لله درك يا ابو سهيل، يسجل الهاتريك الشاهينية. سلام يا ابو سهيل سلام. المركز الثاني لرغش بن حمد بن خيرات العامري، الثالث للدكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري. التوقيت 2:11. سيف بن سهيل بن خير العفاري يحضر الشاهينية، تنتزع المركز الأول. مشكور يا أبو سهيل مشكور. سلالة منذر تنتزع المركز الأول وتفوز وتسجل النقطة الثالثة في سجلها الحافل بالانتصار.